مرة أخيرة برحب بحضراتكم مشاهدينا، وده معادنا مع آخر فقرة في حلقتنا النهاردة، فقرة السياحة والأثار. وزي ما قلنا في مقدمة الحلقة هنتكلم فيها عن شخصية الملك الذهبي توت عنخ آمون اللي مليانة بالغموض والألغاز. هنعرف تفاصيل أكتر عن شخصية الملك الذهبي مع ضيفنا اللي معانا عبر الهاتف، دكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الأثار بمكتبة الإسكندرية. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم، ازاي حضرتك؟ أهلا بحضرتك معانا دكتور حسين. هنبدأ مع حضرتك طبعا بنعرف لمحة تاريخية سريعة عن الملك الذهبي توت عنخ آمون. طبعا توت عنخ آمون واحنا بنقول عليه الفرعون الذهبي نتيجة اكتشاف المقبرة بتاعته في 4 نوفمبر 1922 عن طريق المستكشف الإنجليزي هوارد كارتر بتمويل من لورد كارنارفون، وده يعتبر كان أعظم اكتشاف أثري تم في القرن العشرين. الملك حكم فترة زمنية قصيرة لكنه مات مبكرا. شاف المقبرة هو اللي عمل له يعني دوي هائل في العالم كله، ويعتبر طبعا ابن الملك أخناتون وإحدى بنات الفرعون الشمس اللي هو أمحوتب الثالث اللي هو أبو أخناتون، ده في أحد الآراء يعني. طبعا جوز أخته اللي هي كان اسمها عنقسن بأتون وتحولت إلى عنقسن آمون بعد أن تحولوا عن ديانة آتون اللي هي الديانة الخاصة بالعمارنة. طبعا مات صغيرا وما انجبش، كان عنده 2 اجنة اكتشفناهم في المقبرة بتوعه غير مكتملين. وطبعا الزوجة بتاعته انخسن امون دي يعني بعتت الملك الحسيين رسالة ان هو يبعت لها احد ابنائه وكي تتزوجه، لان طبعا هي مش عايزة تتجوز احد يعني الخدام بتوعها زي ما هي قالت في الرسالة، وتقصد اللي كان وزير ساعتها الدفاع اللي هو حور محب جنرال بتاع الجيش وكبير رجال القصر يعني او الاب الالهي اللي هو الملك اي اللي تولى الحكم. طبعا تتجوزت اي بعد كده وتم طبعا تنكيل بيها باثار العمارنه كلها، سواء اخناتون الاب، توت عنخ امون الابن، الزوجه عنقسن امون، فكانت يعني ماساه كبيره جدا بعد رحيل توت عنخ امون. طب دكتور حسين نروح لعنوان هذه الفقرة وهو لغز خنجر توت عنخ آمون، ونعرف من حضرتك سر خنجر الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون ويعني إزاي تم اكتشافه. هو طبعا الخنجر ده اكتشف في مقبرة الفرعون الذهبي الملك الأشهر توت عنخ آمون، وفي تحليل علمي جديد تم بعد دراسة ذلك الخنجر اكتشفوا أنه تمت صناعته خارج مصر، وده بيدعم نظرية سابقة عندنا ان الخنجر ده كان مهدى من الملك الشمس اللي هو الملك أمنحوتب الثالث جد توت عنخ آمون، مهدى اليه يعني من احدى ممالك بلاد الشرق الادنى القديم، واحنا تحديدا بنعني مملكه اسمها مملكه ميتاني، مملكه سوريه، كان بيننا وبينها كمصر القديمه يعني علاقات صداقه وثيقه، بل تمت المصاهره يعني الملك أمنحوتب الثالث اتجوز احدى الاميرات من ميتاني، وبعد أن مات قالت هذه الزوجة إلى ابن أمنحوتب الرابع أو أخناتون، وكذلك الخنجر ده نفسه يعني. فالعلماء عملوا يعني درسوا التركيب الكيميائي لهذا الخنجر واكتشفوا أنه مقاسه حوالي 13 بوصة، وخنجر صنع من مادة الحديد أو خام الحديد وبخبرة كبيرة جدا للغاية في هذا التوقيت الزمني البعيد من عمر الإنسانية. والتحليل العلمي الأحدث اللي أجراه فريق ياباني رجح انه من المحتمل انه يكون هذا الخنجر صنع خارج مصر. طبعا الباحثون اليابانيون نشروا تحليل علمي بتاعهم ده في مجله علميه متخصصه في علوم النهازج والكواكب، وده في حد ذاته شيء مهم يعني مش اي ناس بتقول اي كلام والسلام يعني، واكدوا ان هم اجروا تحليلات بالاشعه السينيه على الخنجر الموجود عندنا في المتحف المصري في ميدان التحرير في القاهره، واظهرت النتائج ان المقبض ده فندم مصنوع من الذهب، وقد صنع غالبا من خلال استغلال مادة لاصقة تعرف بالجص الجيري. وأكد بقى الباحثين اليابانيين المادة التي لم يتم استخدامها في مصر إلا بعد ذلك بوقت طويل عندي ما كانتش شائعة عندنا، واستخدموها جماعة بقى من الصناع والحرفيين المهرة اللي في أجزاء أخرى من بلاد الشرق الأدنى القديم. والتحليلات اللي عملوها القطع الأثرية أكدت إن هي صنعت باستخدام تقنية يعني إن هم يرفعوا درجة الحرارة، ينزلوا درجة الحرارة منخفضة وبعدين يسخنوها إلى أن تصل إلى حوالي 950 درجة مئوية. وأضاف أيضا الباحثون إن الموضوع ده بالنسبة لهم يعني وضح حقيقة علمية إن أصل خنجر زي ما قلت لحضرتك أجنبي ومش مصري، وإن هو تم إهداؤه من دولة ميتاني أو من ملك بلاد الحسيين اللي هي الأناضول أو تركيا حاليا، برضو كان بيننا وبين علاقات. طب يا دكتور يعني هو مصنوع خارج مصر، طب إزاي وصل مصر ومكانه دلوقتي فين؟ ما لو أقول لحضرتك هو اوريدي يعني أنت عارفة زي ما توت عنخ آمون مات صغير، فهم لموا له
الاساس الجنزي من الناس السابقين عليه. فده كان عند ابوه اللي هو الملك اخناتون. فطبعا اخناتون كان ورث هذا الخنجر من ابوه نفسه اللي هو امنحوتب الثالث. فبالتبعيه يعني اتوصل من الجد اللي هو امنحوتب الثالث للاب اخناتون للابن او الحفيد اللي هو ابن اخناتون او حفيد امنحوتب الثالث اللي هو توت عنخ امون. فهو ورثه يعني من يعني جده وحطوه معاه في المقبره، لان طبعا دي حاجه يعني عظيمه وحاجه تعتبر مفخره يعني. طبعا وسير بقى في الفتره الاخيره ان ده جاي من الفضاء الخارجي بالزبط. وان الحديد اللي موجود فيه ده طبعا يعني مش موجود الا في الفضاء طبعا، وده جاي من نايزك وحاجات زي كده. الكلام ده بالنسبه لنا احنا المصريين قدماء ما طلعناش الفضاء، دي اول نقطه. النقطه الثانيه ان هو ربما يكون نايزك ده وقع مثلا في البلاد التي صنع منها هذا الخنجر، تمام حضرتك؟ يعني زي ميتاني او بلاد الحسيين اللي هي خيتا اللي هي تركيا حاليا او بلاد الاناضول، وطبعا عندهم وقع من زمان. فالناس اللي هناك استخدموا هذه الماده وهذا الماده الخام اللي هو الحديد وصنعوا الخنجر، لكن هو اللي ما جاش من الفضاء الخارجي. وكمان دول ميتاني والحسيين ايضا ما طلعوش الفضاء الخارجي، لكن هو جه من خارج مصر، لكن سقط في زمن ما هذا هذه الماده او هذا النوع من الحديد. وثم زي ما قلت لحضرتك اهدي لمنحوتب الثالث، بعد كده اخناتون ابنه، بعد كده الحفيد توت عنخ امون، ولقيناه بقى موجود في غلاف كده محيط بالفخذ الايمن لمومياء الملك توت عنخ امون. المقبض ده يا فندم في حد ذاته له مقبض ذهبي مزين بمقبض دائري من الكريستال الصخري، وكان الخنجر محفوظ في غمد يعني زي جراب كده ذهبي مزين بشويه زنابق يعني حاجات من زي ازهار كده، والريش وراس ابن اوى. ابن اوى ده طبعا عندنا في مصر قديمه كان هو حارس للجبانه والمومياوات، ولذلك توت عنخ امون استخدمه كزخرفه الخنجر ده. وطبعا يعني عندنا دايما توت عنخ امون كل يوم بيدينا اسرار وحاجات كتيره جدا عن حياته وعن اثاره. يعني ما يزال توت عنخ امون مثيرا يعني بالنسبه لنا ومدينا بكثير من المعلومات رغم الفتره الزمنيه. هو مات زي ما حضرتك عارفه يعني عنده 9 سنوات، حكم حوالي 9 سنوات او 10 سنوات، يعني مات 18 19 سنه بالكثير. فكان ده بالنسبه لنا مذهل. لو حضرتك بقى بصيتي بقى لملوك عظام زي رمسيس الثاني، زي تحتمس الثالث، زي الملك خوفو، فبالك بقى الاثار بتاعتهم كانت عامله ازاي، لان ده ملك صغير وما حكمش كتير. صحيح. لكن الفتره دي كانت فتره مهمه جدا في تاريخ مصر القديمه، واحنا بنسميها فتره الامبراطوريه. مصر عملت امبراطوريه بعد ما الهكسوس غزونا واصبحنا يعني اكبر قوه في الشرق الادنى القديم، ومن خلال هذه الامبراطوريه بدات تيجي لنا بقى الموارد و الجزية من بلاد محيطة، فبدأت مصر تبقى ثرية جدا في هذه الفترة. وده زي ما حضرتك شفتي ده مثال اللي هو الخنجر بتاع الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون. طيب دكتور حسين، بمناسبة مرور يعني 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، حابين حضرتك تكلمنا بشكل تفصيلي عن المقبرة. هي المقبرة زي ما حضرتك عارفة هي طبعا هاور كارتر كان بيحفر في وادي الملوك الابتداء من 1917، وبعدين كان بقاله 5 سنين بيحفر، وده كان اخر سيزون اخر موسم بالنسبه له. وكان بيمولوا راجل انجليزي اسمه اللورد كارنارفون، وقال انا خلاص انا ما عنديش اديك بقى فلوس تاني، وده اخر الموسم بالنسبه لك، لو ما عملتش هذا الاكتشاف خلاص انا هرجع انجلترا ومش هديك تمويل. وبعد كده نوقف هذا المشروع. في يوم من الايام طبعا كارتر كان بيشتغل في هذا الموقع، عندنا ولد اسمه حسين عبد الرسول، كان هي عبد الرسول العيله الشهيره اللي في الاقصر، بيجيب الميه بيسقي طبعا العمال اللي بيشتغلوا في الحفار، فبيجيب زير، فحط زير فغرز زير في الارض، الزير اللي هو بيحطه في الميه في الفلاحين وفي الريف يعني، فلا اول درجه من درجات السلم اللي بتوصل للمقبره. جينا على كارتر كان في مقبرته بدا يحفر وبدا يشتغل وطلع هذه المقبره، والكلام ده كان سنه 4 نوفمبر 1922، واحنا السنه دي زي ما حضرتك عارفه بيمر 100 سنه على اكتشاف هذه المقبره، مقبرة الفرعون الذهبي. وطبعا احنا يعني هنا في مصر بنهتم بتوت عنخ امون اهتمام كبير، طلعت لمعارض أثرية في الخارج، كان اخرها في انجلترا وقبل كده في فرنسا ولف العالم كله، واثاره يعني ما تزال تبهر الجميع. بنبني له المتحف المصري الكبير، وهو ده انا بسميه بيت توت عنخ امون الجديد. زي ما سيادتك عارفه لما المقبره اكتشفت كارتر اشتغل عليها فتره زمنيه طويله، وتم نقل الاثار من المقبره ووضعناها في المتحف المصري في التحرير اللي افتتح 1902. نعم. فبعد كده طبعا الموميا موجوده هناك في المقبره اللي هي مقبره 62، ف
في وادي الملوك البر الغرب الأقصر. والجميل طب ليه يا جماعة احنا اكتشفنا هذه المقبرة وكل المقابر المريقية سرقت؟ ده سؤال برضو الناس بتسأله. فالإجابة عن هذا السؤال ببساطة سريعا يا دكتور عشان وقتين. عندنا مقبرة رمسيس الستة من الأسرة العشرين، العمال بتوعه كانوا بيحفروا فطلعوا الرديم اللي هو التراب رموه على مدخل مقبرة توت عنخ أمون، فده خلى مدخل مقبرة توت عنخ أمون يستخبى من أعين اللصوص، وده يعني وصل المقبره كامله لكارتر في 4 نوفمبر 22. وان شاء الله السنه دي يكون احتفال عظيم في نهايه هذا العام، وغالبا مع افتتاح المتحف المصري الكبير بيت توت عنخ امون الجديد. بشكر حضرتك جدا يا دكتور، للاسف وقتنا انتهى. بشكرك جدا دكتور حسين عبد البصير مدير متحف الاثار بمكتبه الاسكندريه، شكرا على المعلومات الرائعه دي يا دكتور. شكرا لحضرتك. مشاهدينا فقرتنا انتهت وكمان حلقتنا انتهت، نشوفكم بكره وحلقه جديده، وصباحكم صباح النور.